السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وازد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها، يعني انا يا جماعه عايز اسال سؤال والله. احنا في ايام مفترجه، ومن المفترض يعني كل واحد فينا بيحاول يقلل من الأخطاء ومن الكذب والتدليس، ولو كان بيعمل حاجة غلط في رمضان بيحاول يعني فاهم انت يقلل من الحاجات الغلط علشان يعني ده رمضان، في رمضان. إلا صفحات الزمالك أو الصفحات المنتمية أو الجماهيرية الزملكاوية، صفحة اسمها المختلط منزلين صورة لإمام عاشور، محمد صبحي، باسم مرسي، محمد عواد، ولاعب شاب اللي هو نسيب امام عاشور في الزمالك. كتبوا ايه بقى على الصوره؟ قال لك امام عاشور بيروح يفطر كل يوم مع لعيبه الزمالك وبيحكها، وقال لعواد انه فعلا ندمان وانه ساب الزمالك وانه راح الاهلي بسبب مرتضى منصور، ولما يخلص عقده ان شاء الله هيرجع الزمالك. خلاص فات الاوان يا امام، انت بتحلم عندنا محمد شحاته برقبتك. طبعا الصوره حقيقيه، امام متصور مع محمد عواد ومحمد صبحي وباسم مرسي، الصوره حقيقيه. ولكن ايه حكايه القصه؟ ما هو ورا كل صوره قصه وروايه وحدوته. في احد اصحاب البراندات في البدل والفساتين وبتاع اسمه اسلام سعد. اسلام سعد كان عامل حفل افطار لاصدقائه من اللاعبين، الناس اللي بتتعامل معاه بقى، الزباين بتوعه، لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك. وحضر الحفل ده، هقول لك مين حضر الحفل ده. مثلا من الاهلي، هقول لك من الاهلي لاعبين سابقين وحاليين: امام عاشور حضر، كهربا حضر، ياسر ابراهيم حضر، ايمن اشرف حضر، احمد الشيخ حضر. دول كلهم كانوا حاضرين؟ اه كانوا حاضرين. طب من الزمالك محمد عنتر حضر، ابننا محمود علاء حضر، مثلا مصطفى فتحي لاعب بيراميدز حضر، الزناري لاعب الزمالك، محمد صبحي لاعب الزمالك، الولد اللي هو نسيب امام عاشور، كلهم حضروا. ولكن عارف انت كل واحد نفسه في حاجه، ده ما يتمناه العقل الباطن لكل مشجع زملكاوي او ما يتخيله. ساعات كده انت مثلا بتبقى ساقط ابتدائيه وتتمنى انك تكون دكتور، فتلبس البلطو الابيض او تلبس جلابيه بيضه تشقها من النص وتقول انا دكتور وانا طالع بكليه طب امتياز وانا طبيب جراح اداوي الناس واداويها يعني. فاللي اقدر اقوله لك، هنجوزك هنومه. اغلب جماهير الزمالك يعيش على امل ان امام عاشور انتقاله للنادي الاهلي كان كابوس، وهيصحى من الكابوس يلاقي امام لسه بيلبس او لابس تيشيرت نادي الزمالك وبيلعب في نادي الزمالك. فهم عايزين يعيشوا نفسهم في اطول كابوس، مش مشكله. يعيشوا في كابوس لمده 4 سنين 5 سنين، مش مشكله. المهم ان بعد ال4 سنين امام عاشور هنصحى هنفوق من الكابوس، هنلاقي امام عاشور لابس التيشيرت الابيض ابو خطين حمر. عايز اقول لجمهور الزمالك، ما تحلمش، الكابوس بتاعك لن ينتهي. امام عاشور مكمل لحد ما يخلص كوره في النادي الاهلي. انت بقى عايز تختلق قصص وهميه زي بالظبط اللي حب ولا طلش واللي تمنى ولا نلش، دي حاجه ترجع لك. غير كده امام عاشور في الاهلي غصب عنك وعن اي حد. طيب، دايما بيخرج علينا رؤساء الانديه الجماهيريه بتصريحات مضحكه، تصريحات كوميديه، زي هو ليه الاهلي بياخد اكتر مننا في الرعايه، هو ليه الاهلي بياخد اكتر مننا في البث التلفزيوني، هو ليه الاهلي في حته تانية واحنا في حته 10، اشمعنى الاهلي يا بيه. اعتقد بعد موضوع مباراه نقل القمه للسعوديه، ومن قبلها مباراه نهائي كاس مصر، والجماهيريه والشعبيه اللي شفناها في ماتش كاس مصر وفي اي ماتش بتلعب بره مصر سواء كان سوبر او غير سوبر،
لما السعودية تدفع حوالي 10 مليون دولار عشان نقل ماتشين القمة، أعتقد دلوقتي كل رؤساء الأندية الجماهيرية عرفوا قيمة ومقدار النادي الأهلي، إن الفلوس اللي بتيجي دي جاية على حس النادي الأهلي. أنت وأنت قاعد في بيتك وناديك مش لاقي ياكل، أو ناديك عنده أزمة مالية، اللي بيحللك أزمتك المالية اسم النادي الأهلي، بيروح يلعب ماتش بره في الدوري بيجيب لك ملايين الدولارات هتتوزع عليك، وانت قاعد ما انتخ مفخد في الجدول، وانت قاعد ما انتخ مفخد في الجدول. يعني في رؤساء أندية يا جماعة مش لاقية أي فكرة تجيب لها جنيه، ما عندهمش أفكار، ما عندهمش طرح خارج الصندوق، هما شطار بس يطلعوا عايزين زي الأهلي. طب يا ابني انت عملت زي الأهلي؟ لا. عندك جماهيرية زي الأهلي؟ لا. جبت بطولات زي الأهلي؟ لا. بس أنا عايز أبقى زي الأهلي، أنا عايز أبقى زي الأهلي. طب يا ابني الأهلي هو اللي بيجيب الفلوس، اسم الأهلي هو اللي بيجيب الفلوس، اسم النادي الأهلي هو اللي بيجيب الفلوس، فلازم عشان تبقى زي الأهلي لازم تشتغل على نفسك. لا، هو أنا عايز أنام في البيت وأفخد وأنتخ بس ادوني فلوس زي النادي الأهلي. الزملكاويه بيدافعوا عن محمد الشيبي مش عشان هم بيحبوا الشيبي، مش عشان هم بيحبوا بيراميدز ونفسهم بيراميدز يبقى مكان الاهلي، لا، هم بيدافعوا عن الشيبي اي حاجه ضد النادي الاهلي وخلاص. احنا جايين في اي حاجه ضد النادي الاهلي من غير ما نفكر، من غير ما نعقل، من غير ما اي حاجه، احنا جايين في اي حاجه ضد النادي الاهلي. على الرغم ان الزملكاويه، على فكره الزملكاويه فيهم ناس اذكياء جدا وفيهم ناس في مناصب رفيعة جدا، على الرغم ان هم عارفين كويس قوي ان لوائح الفيفا بتمنع اللجوء الى المحاكم المدنية، الا ان جماهير نادي الزمالك، جماهير نادي الزمالك شايفين ان اللاعب، لا اللاعب ما عملش حاجة غلط. لما قلت لك ان في جماهير من نادي الزمالك في مناصب رفيعه، مش مقصود بيها مناصب سياسيه، المقصود بيها مناصب رفيعه مثلا في الاتحاد الدولي او في الاتحاد المصري، او عندهم خبراء في اللوائح، ومع هذا برضه بيدعوا الجهل. قال لا يجهلن احد علينا ونجهل فوق جهل الجاهلين، نشرب ان وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هم عندهم كده، لا اللائحه بتقول كده، اه بس لا، الشيبي اتظلم، اتعمل مؤامره على الشيبي. طب يا جماعة، طب ما احنا عندنا أمثلة كتير، ما شفناش فيكم حد اتكلم عن الشهامة واتكلم عن المروءة واتكلم عن الأخلاق واتكلم عن القيم. ما شيكابالا قبل كده شتم جمهور النادي الأهلي، شيكابالا قبل كده شتم حسين الشحات في ماتش السوبر، هل حسين الشحات راح اشتكى شيكابالا في المحكمة وعمل له قضية سب وقذف؟ هل جماهير النادي الأهلي راحت اشتكت شيكابالا في المحكمة وعملوا له قضية سب وقذف؟ يعني اتمنى من جماهير الزمالك، وانا قلت قبل كده انا بيني وبين جماهير الزمالك مفيش حاجه، لكن اللي يزعل ويضايق هي قمه الشيزوفرينيا، قمه التناقض في الطرح، قمه التناقض في الطرح. من 10 12 سنه كابتن شوبير كان في مودرن سبورت، بما اننا النهارده 2 ابريل وكذبه ابريل، كابتن شوبير جاب الاستاذ عمرو الدرديري وعمل فقرة جميلة جدا بعنوان محمد بركات خلص في الزمالك. مين يا جماعة بتقولوا مين؟ محمد بركات، بركوتة ملك الحركوتة، بركات وقع للزمالك، اه. وجاب الأستاذ عمرو الجنايني، مش عمرو الدردير، عمرو الجنايني، واتكلم معاه وقال له خلاص واتفقنا ووقع وقعد في فيلتي و و و واتكلم على تفاصيل التفاصيل التفاصيل. طبعا جمهور الزمالك لا حول له ولا قوة إلا بالله، جمهور الزمالك صدق بركات صفقة القرن. ادي بقى اللي كان يتقال عليها صفقة قرن وقتها، ان بركات خلص في الاهلي وروح الزمالك دي صفقة قرن. ومع هذا شوبير قال هنطلع فاصل. بعد ما رجع من الفاصل شوبير قال لهم يا جماعة موضوع بركات ده كذبة ابريل، وكل عام وانتم بخير، كل كذبة وانتم بخير، كل ابريل وانتم بخير. يعني تخيل شوبير الاهلاوي اتفق مع عمرو الجناين الزملكاوي على كدبة عشان يطلعوا يقولوها لجمهور الزمالك، فجمهور الزمالك يا حرام كان بيصدق اي حاجة. وطبعا من 10 12 سنة لا كان بقى في قنوات يوتيوب ولا كان في صفحات فيسبوك تتكلم عن الاخبار او تؤكد او تنفي اي خبر من اخبار الانتقالات.
تعال نروح لمحمد الشيبي وقضية محمد الشيبي، واللي من المفترض الشيبي يخضع للتحقيق يوم الخميس القادم في لجنة الانضباط، ولكن المعلومة اللي عندنا ان الشيبي لن يخضع، وان الشيبي مش هيروح، وان الشيبي هيبعت المحامي بتاعه ولن يخضع للتحقيقات في لجنة الانضباط. الشيبي سيتهرب من لجنة الانضباط ولن يخضع لتحقيقات لجنة الانضباط لتطويل الأمد على قد ما يقدر، ليه؟ انتظارا للمحكمة يوم 18 أبريل والحكم على حسين الشحات. الفكرة هي لاعبين يا كيكا، والغلطة غلطتنا. يعني انت لو جيت للحق بقى، لو عايز تتكلم حق ومستحق، الغلطة غلطتنا. ابني يبقى على حجري واروح ادور عليه، ابني يبقى على حجري واروح ادور عليه، انا في ايدي اخلي الشيبي ده يخلي أمة لا اله الا الله تتحايل على حسين الشحات، مش احنا اللي نتحايل، لا احنا في ايدينا نخلي الشيبي واللي ورا الشيبي والنادي بتاع الشيبي يسيق علينا أمة لا اله الا الله عشان نقبل اعتذاره. لكن لاننا ما بنحبش نضر حد، النادي الاهلي ما بيحبش يضر حد، النادي الاهلي يعني ممكن يقبل يتشتم، يقبل يحصل اي حاجه، لكن ما نضرش حد. وده موجود في موضوع شيكابالا، في تجاوزات شيكابالا ضد النادي الاهلي. لحد النهارده الاهلي ما اتحركش، ولا الاهلي سال، ولا الاهلي قال فين العقوبات، ولا الاهلي قال قله الادب اللي حصلت ضدنا، ولا حد اتحرك. موضوع الشيبي كذلك الامر. انت لو من اول يوم بعت شكوى للفيفا قلت له انا عندي لاعب تجاوز وضرب باللوائح عرض الحائط، كان زمان الشيبي دلوقتي جايب لك المغرب كلها تتحايل عليك، كان زمان بيراميدز دلوقتي عمال يتحايل عليك ليل نهار عشان ما يهبطش. لكن لان احنا ما بنحبش نبدا، لا احنا ممكن نفضل بصوا نتشتم وبعد كده نفكر نرد، الشيبي مش هيحضر يا حضرات لجنه الانضباط تطويلا لامد القضيه عشان يتحكم على حسين الشحات، وبعد كده الباشا يحط رجل على رجل وتعالوا تحايلوا عليا وبوس على دماغي حبتين. محامي حسين الشحات طلب حضور 14 فرد للشهاده. محامي حسين الشحات الاستاذ اشرف عبد العزيز طلب حضور 14 شخص للشهاده، بدايه من حكام المباراه محمد مجدي قفشه، اكتر من لاعب في النطار محمد طاهر، اكتر من لاعب من النادي الاهلي، طاقم تحكيم المباراه، مراقب المباراه، واتحاد الكوره جمال علام، لجنه المسابقات عامر حسين، طلب اعضاء لجنه الانضباط، طلب وصولا في الاخر خالص بقى طلب حضور وزير الشباب والرياضه، طلب 5 لعيبه من النادي الاهلي و9 افراد من اتحاد الكوره على راسهم وزير الشباب والرياضه عشان يسال كل واحد فيما يخص اختصاصاته واللائحه، وهل انتوا ورئيس لجنه الاستئناف، وهل انتوا عاقبتوا الشحات لما عمل كده في اللاعب ولا لا؟ لان القانون بيقول لا يعاقب متهم على جريمه مرتين. يعني انت النهارده الشحات اتعاقب في اتحاد الكوره على ضرب الشيبي وتوقف ماتشين، دي عقوبة. حتى لو بص، لو جيت بوست الشحات خلاص دي عقوبة، انت اللي اقرتها، انت اقرتها، ما تجيش بقى تعاقبني بعقوبة تانية، ما تجيش تعاقبني بعقوبة تانية. فالمحامي بيلعب في حتة ان هو عايز يبين للمحكمة اولا ان خضوع الشيبي او لجوء الشيبي للمحكمة هذا القرار غير صحيح رياضيا، وان لوائح الفيفا بتمنعه، لان ده نزاع رياضي ليس نزاع مدني او نزاع غير رياضي، وان اللاعب اتعاقب كمان من لجنه الاستئناف ولجنه الانضباط، وان لجوء اللاعب للفيفا هيضر بمصالح الكره والرياضه المصريه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام.